اهلا ومرحبا بكم اصدقائي في حلقه جديده من جي سي كي اليومي، ونحن نتعلم مع الدكتور كموي عن طلب الايمان. ومست ثوبه، هو ده اللي كانت بتدور عليه. بطرس كان موجود؟ لا، انا ما جيتش عشان بطرس. يعقوب ويوحنا موجودين؟ لا، انا ما جيتش عشانهم، انا جيت عشان يسوع. كم واحد فيكم جه عشان يسوع الليله؟ يسوع الشافي، يسوع المحرر، ويسوع مخلصكم فديكم. لو انتوا جيتوا عشانه وركزتوا عليه هو هيلمسكم الليله، هو هيلمسني انا الليله. ثم في عدد 28، انظر عدد 28، لانها قالت: ان مسست ولو ثيابه انا شفيت. قالت: انا زهبال بتوقع، انا ريحال بايمان، انا زهبال بثقه. وهي حددت وقت معجزتها، وهو لحظة ما ألمسه وألمس ثيابه. أنا لو ما فيش حد تاني آخر هياخد أي حاجة، أنا لازم أشفى. لما تقول هذا وانت واثق وانت مش هتفقد معجزتك، لما تقولها في قلبك وتنويها في قلبك وتقصدها في قلبك وتقرر ان اليوم هو يومي، لا شيء، ما فيش حاجز، لا شيء، لا يوجد فاصل، لا شيء، لا يوجد حائط سياج بيني وبين معجزتي الليلة. لو هو ده اللي في قلبك هتاخده. انا شفيت. ثم انظر عدد 29، فللوقت في نفس الوقت، فللوقت في نفس الساعة، فللوقت في نفس اللحظة، جف ينبوع دمها. كل مشكلة بتطلع من ينبوع، من ينبوع. كل مرض بينبع من ينبوع. كل عجز بتنبع من ينبوع. الينبوع ليس مرئي، الينبوع مش متشاف، خفي. اللي احنا بنشوفه هو اللي طالع من الينبوع. العمى بيطلع من الينبوع، الشلل طالع من ينبوع، العجز طالع من ينبوع، السكر طالع من ينبوع، والوباء طالع من ينبوع، والمشكلة اللي عندك والنزيف اللي عندك طالع من ينبوع. ثم الرب بيذهب إلى ينبوع مشكلتك ثم يلمسك، فالينبوع ينشف. ولما الينبوع ينشف ساعتها العيون العمية تنفتح، والأعرج يقوم ويمشي، والمستحيلات تصبح ممكنات. والمسيح هو الذي له قوة الله اللي بيلمس هذا الينبوع، وينبوع كل المشاكل ينشف. مجد للرب، أنت شفيت وتحررت اليوم في اسم يسوع. وعلمت في جسمها. أنتوا عارفين لو الينبوع، أنا متأكد أن أنتوا شفت ينبوع ماء قبلا، ينبوع الماء بيفيض بيفيض بيفيض، فكل اللي حواليه هتشوف التأثير فيه. فلما الينبوع ده ينشف هتشوف التأثير، كل شيء حواليه هينشف. ولما ينبوع مشكلتك ينشف الليلة بعد اللمسة الإلهية، انظر لهذا، انظر لهذا، انظر لهذا، أنا هشوف معجزة على حياتكم الآن. ثم يقول: قد برأت من الداء. انظر عدد 34، في عدد 34 فقال لها: يا ابنة. انظر إلى هذا، أصبحت ابنة، ابنة الله اليوم. أنت ابنة اليوم، أنت ابنة
انت اتيت ودخلت عائلة الله، فسيكون لك مكان في ملكوت الله في اسم يسوع. يا ابنة ايمانك قد شفاك، ايمانك قد شفاك، ايمانك قد شفاك. اذهبي بسلام. الليلة سلام، الاضطراب انتهى كله، الحيرة انتهت كلها، الشلل انتهى كله. اذهبي بسلام وكوني صحيحة من دائك. دي القصة، ودي القصة لي. قل له يا رب انا اؤمن وانا بقبل ان انت مخلصي وربي، وبإيماني وباعترافي انا بلمسك الان. اجعل قوتك المخلصة تفيض على حياتي، اغفر لي، امنحني السلام في قلبي وروحي، امنحني القوة المشددة لكي اذهب ولا اخطئ ثانية، والان ابدأ اعيش جدة الحياة. قل له آمن. هذا الإيمان الصغير، حبة الخردل اللي عندك، قل له نعم يا رب أنا أؤمن بإرادتي، أنا بخضع نفسي لك. وانت قلت كل من يقبل إليك لا تخرجه خارجا أبدا، انت قبلتني. شكرا يا رب، أنا عند السلام، أنا عند الغفران، أنا لي الخلاص. شكرا يا رب أنه تم. أنا أصلي لكم الآن أيها الآب في اسم يسوع. أنا بصلي من أجل كل واحد سمع وأتى وهو بيقبل غفرانك وسلامك الآن، اغفر لهم في اسم يسوع. اجعل خلاصك يدخل كل قلب، هنا هناك، عبر الانترنت، في كل بلد، في كل مكان. يا رب انت لست محابي لاحد، خلصهم واغفر لهم واعطيهم سلامك الان في اسم يسوع. نشكرك يا رب، نعلم انك استجبت، انه تم، انت خلصتهم، عندهم ايمان فيك، انت غفرت لهم. اكد هذا في كل قلب في اسم يسوع. شكرا يا رب، شكرا يا رب، شكرا يا رب، في اسم يسوع صلينا. ابانا في اسم يسوع بنعطيك الشكر، بنعطيك المجد، لأنك تركيزك الآن على شعبك في كل مكان الآن في اسم يسوع. بالإيمان بنلمسك. الأعمى، الأعرج، الأصم، الأبكم، مريض السرطان، الذي عنده سعال، والذي عنده غدة وأتبة ورجل الفيل، أي نوع من الأمراض، أو اللي عندهم مية بيضة أو بروستاتا أو سكر، الآن بالإيمان كل واحد بيلمسك في اسم يسوع. قوة شافية من السماء، قوة شافية قديرة من السماء، قوة شافية محررة من السماء، قوة شافية معجزية من السماء، قوة شافية ناقلة للجبال من السماء، لمسة خارقة للطبيعة وقوة من السماء على كل واحد الآن، عن يمين، عن يساري، أمامي، في الخارج، في كل مكان وأي مكان، في كل الاجتماعات، في كل البلاد، مع الأفراد والأسر، كل واحد متصل الآن
وصلهم بقوتك المعجزية يا رب. انها تمت، نؤمن انها حدثت المعجزة، مصدقين انها تمت المعجزة، بنعترف انها حدثت. شكرا يا رب، في اسم يسوع صلينا. هذا كل شيء في حلقتنا اليوم. إن كنت طلبت الإيمان من كل قلبك فصدق أنك نلت هذا الإيمان، ومن هنا أدعوك أن تنضم إلينا على صفحة خدمة حياة العمق المسيحي على الفيسبوك واليوتيوب، وأيضا نود أن تكون معنا الحملة المقبلة من يوم 23/3 إلى 28/3 على قناة الكرازة وأيضا على منصة زوم. شكرا لاستماعك.